يشوفوا الناس راه ما في حالهمش. اذا حنا ما بغينا كاع بغينا داك الحليب نشربوا غير اتاي. واش يا خلوت تاكل راجل؟ لا زادوا في الحليب، علاش غيزيدوا فيه؟ هما يشربوا ب 50 ريال اللتر ويبيعوا فيه هما هنايا ب 6 دراهم ولا 7 دراهم وغالما يخلطوه، هذوك اللي تيبيعوا يخلطوا هذو يخلطوا تما في سنتراليتيار، يجيبوا السيرنه ديال الغبره من المرسى يديوها يخلطوها ويجيو يبيعوا للناس في الماء. اش من حليب كاين؟ اش من زياده؟ حنا ما بغينا كاع بغينا داك الحليب نشربوا غير اتاي، مولفين غير اتاي والخبز والزيت بارك علينا، ما بغيناش حنا داك الحليب، يخليوه عندهم يغملوه عندهم، ما كناش بغيناه. وبنيتي انا باقي ما شريتو كاع، مالفه نشريه 60 ريال ولا زاد، وهادو بغا يخرجوا علينا. ومزيان هادي هي هذا هو باش حتى واحد ما باقي يشرب حليب، يبقاو يشربوا يا تاي يطيحوا يسخفوا. هو تيديروا فقر الدم وتيسخفوا. ايوا الله يهديهم ويشوفوا الناس راه ما في حالهمش، ويديروا علينا ويديروا لنا عين ميكا. لحقيتاش الدرويش الا تزاد ليه الحليب كي غيكون هاد الدرويش ما غيشربوش، والتاجرات تيشربوا واخا يكون باش ما كان. ايوا الله يدير لنا تاويل والله يهديهم علينا، كثروا علينا بزاف. على الحليب اللي زادوا فيه راه زادوا في كل شيء، دي راه حكومه ديال الزياده. نعطيك غير مثال، مثلا لترو ديال ليسانس اللي كي اغلى بلاد فيها لترو ديال ليسانس غالي هو المغرب. ها هو طاح الباريل اي بورتون الليتر ديال ليسانس والمازوط مازال بنفس الثمن. هذه الاولى. ثاني الا خرجتي من الدار البيضاء وغادي طريق ازمور وجديده كتلقى لي ستاسيون ديسونس كي بوسيو كوم دي شامبينيون. عرفتوا علاش؟ لانه لو كيرياليزو الربح ديال 30%. هذه اولا. ثانيا فراسك الدوله الوحيده في لا ميديتيراني او في الدول العربيه اللي دايره التيفيا على الميديكامون 7%، ما كاينه في حتى شي دوله في تونس في سميزو كلشي الدوين فابو الا المغرب المواطن، لانه هذا حق دستوري، حق ما من في الحياه. دونك ملي كيجيو الميديكامون تيكول ياخذ فيها التيفيا. ونعطيك امثله، كاين مثلا الدواء ديال ليباتيت سي كيتباع في مصر ب 80 درهم وفي المغرب كيتباع تقريبا ب 2500 ولا 2000 درهم، ما عقلتش على الثمن بزاف. كاينين ادويه اللي كانوا كيديروا في المغرب 6000 درهم وملي كتجي في بلاد اخرين يلاه كيديروا 1000 درهم. نعنو راه كاين واحد اللوبي ديال الزياده في جميع الميادين. المغرب بقرة حلوب وشعب ظريف بزاف صابور كيتحمل، واستغلوا هالطيبوبه اللي في هذا الشعب وهذا الصبر ديالو وبداو قاعدوا يطحنوا فينا بالزياده. والله يدير تاول ديال الخير وصافي. اختي انا البارح ما خديتوش، البارح ما خديتوش، سمعت بلي تزاد ولكن ما خديتوش البارح، ولكن مشى الحليب كلشي كيتزاد، الزيت المواد الغذائيه كلشي كلشي كينقص، هذاك الشيء ما كينقصش. كانوا ديك الايامات قالك نقصوا فين؟ نقصوا من نقصوا 6 ريال ونقصوا من نقصوا حليب، نقصوا حليب ما داروش العبار لا هذاك. ودابا خليهم يزيدوا، خليهم يزيدوا اختي، راه قتلونا قتلونا هاد الناس هادو. نقول لك الصراحه والله العظيم الا قتلونا بالله، الا عدلوا وليدات مسكين اش غادي اش غادي يجيب لهم، اش غادي يعطيهم، اش غادي هاد الدقيق ها الزيت ها الصابون هذا كلشي كيتزاد، البيترون ها كلشي كيتزاد. ليسانس دابا الميلون والله الا شحال 18 ونص، والله الا 18 درهم ونص. الاخر شحال ليسانس الاخر شحال 320 درهم بزاف، تمشي من هنايا بزاف. هادشي حليب زادوا فيه والله ما فراسي بالله، يلاه في دابا ما كان عنديش مع وين يزيدوا، علاش يزيدوا علينا حنا دابا؟ هما ديما يبقاو ما يزيدوا علينا، مصيبه هادي. الحليب هذا الحليب يا الحليب، ملي كانت رابعه فيها الزبده كتعمل 6 دريال، وما خصهمش يزيدوا هادشي. علاش كنبقاو علينا حنايا هادشي الزياده؟ قال لك لا نخليو الحليب حنا كاع، حنا قال لك الناس ديال فوق 60 عام غادي نعطيهم 1000 درهم وهادي وذاك ناطق ديال الرسميات تيقول الى اخر العالم ولا ديك السميه عنده. قال لك لما ما وفيناش ذاك الشيء ديالنا حنا نجريو عنا بالحجر. وفين غادا بينا الحكومه هذه؟ فين غادا بينا؟ هي فين فين هي فين غادي بيا خويا؟ حشومه الحليب قاعد مواد بحال الحليب والزيت، هذه حشومه غيزيدوا فيهم. واسي يا خلوت تاكل راجل، اكون حذاري حذاري.